باسم، هل تحققت من الثلاثة الذين تشك بهم؟ إذا لم تفعل فعملك لم يكتمل. يبدو أنك حسمت أمرك يا باسم، إلى ما وصلت؟ عريب بريئة، لكن الوالي ليس كذلك. عقد اتفاقاً مع التنظيم ورفع حماية أقاربه عن ألموت. تباً، ما خشيناه تماماً، لقد تجردنا أمام أعدائنا. أجل، يتخلى أبو عبد الله في المقابل عن مطالبته بالعرش، يتنازل عن تاجه بما يلائم التنظيم الذي يعمل بقيادة والدته. قبيحة هي رأس الأفعى، أين هي الآن؟ هربت إلى القصر. إذا تصرفنا الآن سنتمكن من تخليص ألموت. أعطيني الريشة أيتها المعلمة. ستتلقى قبيحة العدالة الناجزة، وأنا التي سأوصلها إليها. ماذا؟ ماذا تقولين؟ نحتاج إلى يد مخضرمة. آخر مرة دخلت قصراً تركته فوضى، وهذه صيغة لطيفة. ألم أثبت جدارتي منذ ذلك الوقت؟ يا معلمتي، لقد اكتسبت الحق. اكتسبت ماذا؟ الحق في القتل؟ لا، لا، ليس ذلك ما... إن صفعة من أحدنا هي صفعة لنا جميعاً. أم يأبى غرورك إلا أن ينال الفضل؟ لست مغروراً يا معلمتي، إنه الواجب. تعهدت بأن أهجر حياتي وأسير متخفياً في الظلال وأخدم النور، وأعتزم ذلك. قبيحة أخطر من تابعيها، أهجم سريعاً وأنهي الأمر. لا تتردد. يا للصعوبة، من تكون لتبعدك عن قبيحة أو لتخبرك متى تهجم؟ معلمتي ومرشدتي، لولاها لما كنت إلا جثة في شوارع الأنبار. أتتلصصين علي الآن؟ دائماً ستكتم أسئلتك إذن، وتهاجم أعداءها وتلبي دون تذمر، وتقضي حياتك يطاردك جني في سقيفة كنت تأمل الهرب منها. تعرف أين تجدني حين ينتهي واجبك. كثير ممن ماتوا أو اختفوا، وكل أثر دموي يؤدي إليك. البهموت آخر قناع يجب كشفه. سلطت وصيف على المتمردين، أطلقت العنان للغول، بعت تاج ابنك للاستيلاء على ألموت. ومن أجل ماذا؟ بعض عملات لا تساوي شيئا لعصر منسي. مهما يكن، سأراك في القصر وسأقطع رأس الأفعى. معا نرى كل شيء يا أنكيدو. يبدو أن علياً قد قرر مهاجمة القصر في النهاية. قد يصرف متمردوه عني انتباه الحراس.
لابد أن أكون سريعاً وهادياً، ستكون قبيحة متأهبة. على رسلك يا اللعنة عليك. الموسيقى ستنشر البهجة وتستدرج الحراس. علينا أن نكف عن اللقاء هكذا. أوافقك الرأي بالتأكيد. أين قبيحة؟ لو كنت أعلم لما كنت أخبرتك. لا تتظاهري بالحماقة يا ماكرة. لما لا؟ لقد نجح الأمر آخر مرة.
أتعرفين ماذا تكون قبيحة؟ ماذا تكون حقاً؟ أكثر من أي شخص آخر. أنا ابنتها أكثر من ولدها الحقيقي، ذاك الأحمق الذي ترك والده يموت أمام ناظريه. ليس لديك أي فكرة عمن تتعامل معه، لكنني أعرف وأقول لك بلطف، غادر هذا المكان. تحذر ماكرة سيدتها، لنرى إلى أين تقودني. إن ذلك ليس حكيماً. هاي، اتركوا كنترول بكل سرور، لكن سيدتك. افعل ما يحلو لك، لن تعثر عليها. لم يعد لدي ما أقوله لك. لابد أن هناك غرفة خلف هذا، لكن كيف أصل إليها؟ أنشدت عريب، ثرك المحيط سيحلو بي متى عصف، واسفع كصحراء لهيب العديد من مجلدات عريب. إن قبيحة من معجبيها، المجلد الأزرق والأسود والأبيض والأصفر. ما الكتاب الذي ستختاره قبيحة لتمييز مسارها؟ كان لديها كتاب عريب في حجرتها. بذل أحد مجهوداً مضنياً لإخفاء هذا المكان. مستتر. قضيت أعواماً كثيرة أبحث، أنبش في المجلدات والأضرحة العتيقة، أتقصى التواريخ المنسية، ألهث خلف الشائعة والخرافة، بينما كان كل ما احتجت إليه
هو انتظاره أن تأتي إلي. إن سليلنا الضال قد وصل، لكنه لا يعلم ما يكون. ألم تتساءل عن طبيعتك؟ أنت الذي ترى المزيد وتعرف المزيد. حتى ولدي أدرك فسأل عما تكون حينما رأى يدك تمس هبة القدماء وتوقظها. ماذا أكون؟ أكثر من مجرد رجل. كفى ألغازا، تحدثي بوضوح. لم أتحدث عما يمكن أن نراه. تعال معي إلى ألموت، تحت جدران معبدها توجد كل المعرفة التي يجب أن ترثها. من تسميهم إخوانك سيفضلون الموت على رؤيتك تحصل عليها، لكن تجرأ يا باسم، سنمهد الطريق ونحررك. لا، أي سم أذاقتك شفتاها؟ قالت إنني أكثر من مجرد رجل. ماذا قصدت يا روشان؟ ماذا يوجد تحت المعبد؟ إنها أرض محرمة، لا شيء يعنيك هناك. أخبرتك عن الكوابيس الجني، دعوت ذلك ضعفا وأخبرتني أن أعالجه. حاولت مرارا لكنك أخفيت الطريق، تركتني أعاني وحيدا. لم تكن وحيدا، لست أول من يسير في الظلال محطما يا باسم. اجمع كل حطامك وتماسك، صب ألمك في الأخوية، طهر نفسك من السم الذي تقطر منها، ولتعد إلينا مجرد رجل، ولكن أكثر من مجرد أخ. أم هذا أقل مما يناسبك؟ ولو كان كذلك، اتبع الدرب الذي أعدته لك وسأقتلك بنفسي. علي الخروج من هنا، لابد أن أخبر نهال بما علمته. يا حراس، يا حراس، إلي. لن تفر من العدالة. ماذا ترى يا صديقي؟ لا تذهب إلى هناك يا ماذا ترى؟ الحمد لله، مرة أخرى نجوت بحياتي وتركت أشياء محرمة خلفي.
العدالة منك أيها المجرم. إذا كان الحديث من فضة فصمت من ذهب. اللوحة. ومرحبا. لنرى البضاعة. هكا ما لدي. لا شيء أكثر. أراك لاحقا. مع السلامة. هذا هو المكان المنشود. ارحل الآن. تصرف كالمعتاد. Ah!
أمازي بحشي. ياسمين، ما مشكلتك؟ أخيرا أجيبت دعواتي، ساعدني لأصل إلى مكان آمن. الآن اتبعني. ربما من الأفضل أن أذهب. أيها المتوحش، كن مع ذلك. إنهم أتوا. تولى أمر الحراس وسأفتح الباب في آخر هذا المرة. لقد زال الخطر الآن. لمساعدتك. تكاد أن نتحرر. أصدق أنني حرة. كيف سأرد معروفك هذا؟ أمانك فقط يكفيني.